بالخصائص الجديدة في رفت 2023، ألا هو إن أنا أقدر أرتب إيه الورقة اللي هتتبع الأول. يعني لما أقول له طباعة وأقول له سيلكت، بلاقي الحاجات موجودة هيت، فبقول له إيديت برنت أوردر. إيديت برنت أوردر أقدر أقول له شيت ده خليه الأول وخلي ده في الآخر، وهكذا حسب إيه الحاجات اللي أنا محتاجها.